تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. وياتي العفو الملكي بمناسبه عيد الاضحى المبارك جريا على عاده جلالته الكريمه وحرصه على اتاحه الفرصه لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركه في المسيره التنمويه الشامله بقياده جلالته الكريمه التي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكه البحرين